مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما عم فينا سرور وفرح وما اهتدى قلب وانشرح، والصلاة والسلام على من به الكلام يمتدح ما غرد بلبل وصدح، وعلى آله وأصحابه ومن بهداه فلح. زهر الكون فالربيع ورود، حيث محمد فيه مولود، فالبرايا لها من البشر أنس وعلى سلم السرور صعود. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً ومربحاً بكم مع هذه الحلقة الخاصة التي تتزامن مع مولد فخر الكائنات وسيد السادات سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وما في هذه المناسبة العطرة من النفحات والبركات، سنقف مع هذه النفحات خلال هذه الحلقة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي متابعتكم. ابتداء أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الدكتور بشار شعلان النعيمي أستاذ العقيدة الإسلامية، وبالدكتور فهد طلال الخالدي أستاذ الحديث النبوي الشريف، فأهلاً ومرحباً بكما ضيفين عزيزين كريمين، حياكم الله. خير ما نفتتح حلقتنا الخاصة بمولد فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم آيات من الذكر الحكيم نستمع سوياً إليها مع القارئ سيف الله يحيى، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قاله من الشاهدين الشاكرين أحبتي المشاهدين الكرام مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولادة للنور أو نور للمولد ونور مع المولد فماذا يضفي هذا المولد على المسلم من نفحات وشذرات وتجليات المولد رسالة عظيمة مقصدها عظيم المولد كل شيء يبعثه إلينا فيه من الغايات الجليلة الجميلة يحدثنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعن نفحات مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما نأخذه من مولده صلى الله عليه وسلم من عبر وعظات الدكتور بشار شعلان فليتفضل بارك الله فيكم دكتور بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء أتقدم بالتهنئة العطرة بل أعطر التهاني إلى العالم الإسلامي بولادة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عموما وإلى أهلنا في العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه خصوصا وبالأخص إلى أهلنا في مدينة الموصل الحبيبة التي عرفت بعظيم حبها واحتفائها واحتفالها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ولادته صلى الله عليه وسلم هو عنوان لكل عظيم وكل خير في هذه الحياة الدنيا فبولادته صلى الله عليه وسلم ولد لنا النور وولدت لنا الهداية فلولا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا في هذا الوقت نسجد لبشر أو حجر أو شجر
وحري بنا أن نفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بولادته ليس مقتصرا على يوم الولادة، بل هو شامل وعام إلى كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرح يكون بولادته ويكون بمبعثه عليه الصلاة والسلام ويكون بسيرته، فهو في كل يوم وفي كل وقت وفي كل لحظة له حياة مع أمته متجدد بعنوان الهداية والمحبة والتوفيق والإرشاد إلى سعادة الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بفضل الله بالإسلام، وبرحمته بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحري بأمته أن تفرح فرحا كبيرا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبه وبكل شيء جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الذي قال: إنما أنا رحمة مهدات. فهو هدية الله تعالى لنا لإرشادنا إلى كل مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. شكر الله لك دكتور. إذن دكتور فهد طلال الخالدي، ماذا يعني لك الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بداية أهنئ العالم الإسلامي جميعاً بولادته وذكرى ولادته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهنئ أهلنا في هذه المدينة الطيبة المباركة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لها: ها قد عاد لك المولد، ها قد عدت إلى أحضان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فافرحي واطربي وأظهري مظاهر الفرح كله بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو فرح وعزة وكرامة ورفعة ودرجة للمحتفل، ليس فقط للمحتفل به، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى احتفالاتنا وليس بحاجة إلى شيء من ذلك، وقد رفع الله له ذكره ورفعنا لك ذكرك. مقامه الشريف أعلى من أن يحصيه عدد، وأعلى من أن يدركه مخلوق من بشر أو ملك أو حجر أو شجر. مقامه الشريف العالي لا يبلغه أحد منا مهما استطعنا تصورا له، فالاحتفال به والفرح به إنما هو عائد لنا، فمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فكيف بمن يفرح به؟ كيف بمن يقدم في يوم مولده العطر صلى الله عليه وسلم؟ احتفالنا بمولده إنما هي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول لرسولنا، نعبر له صلى الله عليه وسلم عن مدى ما قد شغل من قلبنا من حبه صلى الله عليه وسلم. بل أقول إن الأمة جميعاً بذكورها وإناثها وصغارها وكبارها لو احتفلت برسول الله فهي مقصرة، نحن مقصرون مع حضرته صلى الله عليه وسلم، لأننا نحتفل في العام مرة وهو قد احتفل بمولده كل أسبوع. احتفالنا سنوي، واحتفاله هو صلى الله عليه وسلم بيوم مولده أسبوعي، فشتان بين الاحتفالين. هو يحتفل هو صلى الله عليه وسلم، قيل له: لما تصوم يا رسول الله يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه. فهو يحتفل أسبوعيا بولادته، ونحن نحتفل كل سنة ونظن أنفسنا قد قدمنا شيئا. الاحتفال به قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تذكير للناس. حينما نجتمع على ذكر الله، نذكر الناس بمحبة رسول الله، بذكر الله، نقرأ القرآن، يأتي مشايخ وأساتذة وفضلاء يلقون كلماتهم يذكرون الناس بربهم. هذا هو من أين جاء إن لم يكن من الشريعة، فمن أين أتى؟ هذا هو الاحتفال، إنما هو جمع لذكر الله عز وجل ولذكر فضله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن دكتور، مقاصدية الذكرى هي من تضع نفسها في مثل هذا اليوم المبارك،
أن الذكرى العطرة التي تضفيها ذكراه صلى الله عليه وسلم وذكرى مولده صلى الله عليه وسلم فيها مقاصد عظيمة بتذكير الناس كما ذكرتم، كذلك بإعطاء الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور، إذن لهذا اليوم دلالات عظيمة، وعنوان حلقتنا الخاصة بمولده صلى الله عليه وسلم تنطلق من قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة معاني ودلالات، كيف نجعل هذه الأسوة الحسنة ميدان عمل وواقع حياة؟ هذا ما سننطلق به في حلقتنا الخاصة بإذن الله جل وعلا. الدكتور بشار النعيمي، ماذا تعني الأسوة الحسنة في واقع المسلم المعاصر التي نستقيها ونستفيدها من مولده صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. الأسوة الحسنة لها دلالات كثيرة، ولعل أعظمها أنه هو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فالأسوة يكون متبعاً في كل جزئية من جزئيات حياته. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط يرشد بالقول، ولم يكن فقط يرشد بالفعل على استقلال، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبوع عطاء لكل منهج صحيح وسليم في هذه الحياة. كيف لا وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت فيكم شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت فيكم شيئا يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا ونهيتكم عنه. هذا الحديث النبوي الشريف هو العنوان الأعلى للمثل الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا أعلى، مثلا في قوله: لن نجد في حياتنا وفي دستور الحياة كلها أقوالا بقوة تأثير قول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، لن نجد في حياة الناس أفعالا متزنة ومؤثرة في الآخر بصدق وقناعة مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لن نجد في الناس أحوالا أثرت كتأثير حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، سواء أكان ذلك الحال في عبادته أو كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في حاله وتعامله مع الناس. فإذا كلمة المثل الأعلى هي عنوان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء الخطوة، حذو الخطوة بكل فعل وقول وحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسوة الحسنة كأنما تذكرني دكتور بقول الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وهو يقول: عجيب يعني أن يجهل المسلمون حكمة ذكره صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم في الأذان والليلة. هذا الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم له مقصد عظيم، أن يربط المسلم نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول حقيق أن يجعل المسلم نفسه مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعيش معه، وكأنه يتصور أنه واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذه المثل الأعلى. دكتور فهد الخالدي حفظكم الله، الأسوة الحسنة التي نستقيها من مولد النبي صلى الله عليه وسلم لها منظومات متعددة، فما هي أبرز المنظومات التي يستفيدها المسلم المعاصر اليوم في واقعنا سواء العالمي أو واقعنا المحلي في مدينة الموصل الحبيبة الغالية؟ ماذا نستفيد من منظومات الأسوة الحسنة، وما هي أبرز؟ هذا الدين العظيم دين المنظومات، لأن الله كمله: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو كامل مكمل بجزئياته قبل كلياته. دين مليء بالمنظومات المحكمة المتقنة التي شعشع نور الإسلام في جميع زواياها وجوانبها. هذا الدين العظيم الذي من الله به على هذه الأمة ثم من عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم،
احتاج الإنسان فيه أن يكون على مرضاة الله يوم القيامة وفي رضوانه. فاحتاج المسلم أن يجيب أحد ما عن سؤال ما: كيف أكون كما يريد الله عز وجل؟ كيف لي أن أرضيك يا رب؟ كيف لي ذلك؟ فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعطانا الطريق، رسم لنا الطريق، جعل من حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا فعليا يتكرر لكل زمان ومكان. فما من مصيبة أو مشكلة أو سؤال أو استفهام أو استعجاب أو أي أمر محير في الكون سيكون إلا وفيه حل قد وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي معنا إلى نقطة أخرى، وهي الثقل الملقى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش أصعب اللحظات، عاش أمر الأيام، كل ذلك ليكون نموذجا فعليا لنا. فكل حدث يحدث معنا لا نجد له جوابا ولا نستطيع اتخاذ قرار فيه، قال لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقرأ سيرته ستجد حلا للذي للأمر المحير لك، فتسير على هذه الخطى فتصل بذلك إلى الله عز وجل. منظومات عظيمة. خلاصة هذا الدين، خلاصة هذا الدين في ثلاث كلمات ذكرها سيد السادات صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. خلاصة هذا الدين، لو حدثنا أحد، لو سألنا سائل: حدثنا عن الإسلام، قل له: قلب ارتبط برب. الإسلام كله ملخص في قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فرحمتك في الدنيا مقياس نجاتك في الآخرة، رحمتك بالناس مقياس نجاتك في الآخرة، رحمتك بالدواب بالحجر بكل شيء مقياسها النجاة. كلما يصعد مقياس الرحمة في قلبك كلما تصعد درجتك عند الله عز وجل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. دكتور، سأعود معك لنتناول هذه المنظومات، منظومة الأخلاق، منظومة الرحمة التي ذكرتنا بها، منظومة يعني حسن الاتباع. ربما هذه أبرز المنظومات التي تمثل الأسوة الحسنة، تمثل الأسوة الحسنة في واقعنا المعاصر اليوم التي نحتاجها. بعد أن نذهب لنسمع سويا والمشاهدين الكرام إلى الإنشاد، إلى من نأنس بسماعه مع المنشد المتألق سيف الله يحيى، تعالوا نسمع سويا. هل الربيع ولاحت الأنوار، والبشر عم وفاحت الأزهار، في مولد الهادي الشفيع محمد صلوا عليه، في مولد الهادي الشفيع محمد صدح الحدات، صدح الحدات وغنت الأطيار. أعيا جمالك سيدي، أعيا جمالك كل كتاب بالهوى، كلت أنامل واصفيك وحار. يا سيدي أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، أنت الأمين الصادق المختار، أنت الذي مذ جاء نورك للورى كسفت شموس الحسن والأقمار. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا شمس الضحى، ما جن ليل
أو تلاه نهار قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور فهد الخالدي حفظكم الله، كنا نسمع منكم حديثا طيبا شيقا حول الرحمة المحمدية، فحدثنا عن الرحمة المحمدية. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حواه الله قلبا امتلأ بالرحمة، لم يمتلئ قلب برحمة كما امتلأ قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال أهل الذوق إن الحديث الوارد في انشراح صدره وأن الملائكة قد نزعت حظ الشيطان من صدره الشريف، أي حتى لا يكون تبلغ الرحمة في ذات يوم فيدعو النبي للشيطان، رفعت منه حظ الشيطان حتى لا يدعو النبي للشيطان من سعة رحمته صلى الله عليه وسلم. صلى ذات يوم فأسرع في صلاته، فقيل يا رسول الله أسرعت بركوعها وسجودها، فما الخطب؟ فقال سمعت بكاء طفل أمه تصلي معنا فأحببت أن أسرعها له صلى الله عليه وسلم، وأطال ذات يوم من السجود وما زال يطيل حتى ظن الصحابة غير أمر، فقال فلما انتهى الصلاة قالوا يا رسول الله خشينا، فقال لا ارتحلني الحسن فخشيت أن أعتدل من السجود فيسقط، فما زلت في سجودي حتى نزل ثم اعتدلت صلى الله عليه وسلم. وروى في الصحيح أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب على كتفيه فصلى بها صلاة الظهر ينزلها ويعيدها، ثم ذات يوم كان يخطب صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف، فجاء الحسن والحسين يتعثر بثوبه، فنزل إليه صلى الله عليه وسلم اقتطع الخطبة ونزل وأخذ الغلام وحضنه وقبله. يقطع خطبة الجمعة. خطبة الجمعة. الله أكبر. والخطبة لرسول الله تعتبر خطابا رسميا بصفته المسؤول الأعلى على الأمة صلى الله عليه وسلم، ينزل ثم يأخذ الغلام ثم يصعد إلى المنبر، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله ما دريت بحالي إلا وأنا أحمل الغلام صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة دكتور، وأظن الدكتور بشار يوافقني الرأي، هذه الرحمة اعترف بها الآخر كما اعترف بها من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدد من المستشرقين اعترفوا بهذه الرحمة وأقروا هذه الرحمة المحمدية، فمنهم هنري ماسيه يقول إذا بحثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وجدناه يتصف بالرحمة الخالصة إجمالا. ثم يقول جان ليك وهو أحد المستشرقين الإسبان يقول برهن محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه
على أنه أو على أن لديه أعظم الرحمات صلى الله عليه وسلم. كما يقول المستشرق والأديب الفرنسي إدوار مونتي، يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم أذكى وأدين وأرحم رجل عرفته الإنسانية. إذا قال له ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، اختص له اسمين من أسمائه جل جلاله بالمؤمنين رؤوف، بل كان اليهود يتعمدون العطاس بين يديه لعله يقول لهم يرحمكم الله صلى الله عليه وسلم. دكتور بشار حفظكم الله، هل حدثتمونا عن شمولية هذه الرحمة وماذا شملت هذه الرحمة المحمدية من أصناف ومن أفراد، وحتى تعدت ربما هذه الرحمة إلى الحجر، تعدت إلى الجمادات، تعدت إلى الحيوانات ربما حفظكم الله؟ بالتأكيد أساتذتنا الكرام، الآية صريحة في الدلالة على عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنطوقها قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يوحي المنطوق إلى أن المقصد الأسمى والأعلى من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة للعالمين، بيد أن الرحمة لا شك في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهداية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمقومات السعادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنشر النظام وقيم الخير بين الناس أجمعين، لا شك في ذلك. لكن عناية القرآن الكريم بهذه الآية لها دلالات عظيمة في بيان عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى طمع بها كما أشار الدكتور، حتى طمع بها إبليس برحمة الله صلى الله عليه وسلم عن طريق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، عبر عن كيانه صلى الله عليه وسلم وعطائه أنه كله رحمة لكل العالمين نعم رحمة بالإنس بمؤمنهم وكافرهم، بمؤمنهم وكافرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لأن هناك عندنا مسميان، عندنا العالم بكسر اللام، وعندنا العالم بفتح اللام. العالم هو الله، العالم ما سوى الله تعالى. فكلمة العالم شاملة للسماوات والأرض، وشاملة للملائكة، وشاملة للإنس والجن، والإنس والجن بمؤمنهم وكافرهم، وشاملة للجمادات، وشاملة حتى للنباتات، وشاملة حتى للحيوانات. دكتور هل أعطيتمونا نماذج من الرحمة المحمدية لما ذكرتم؟ عليه الصلاة والسلام، سأخذ جانبا من الرحمة، رحمته صلى الله عليه وسلم أنموذجا بالحيوانات والجمادات، لأن أدنى هذا المثال هو أقواه في التأثير في القلوب، لأن الجمادات والحيوانات ليس لها قلوب تشعر، لكنها استطاعت أن تعكس صورة عظيمة لعطاء رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فإذا كانت رحمته بالأدنى هكذا، فكيف رحمته بذي العقول الأعلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل بستانا لرجل من الأنصار، لنركز على دلالات هذا البيان في السيرة النبوية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من الأنصار، وفي البستان كان هناك جمل، حيوان جمل. الجمل ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسرع إليه وبدأ يذرف الدموع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. دلالات عظيمة، أولا من عرف هذا الجمل أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا كيف اقتنع الجمل أن مشكلته يكمن حلها بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا كيف استطاع أن يعبر عن مشكلته بطريقة جسدية وهي ذرف الدموع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. دلالات عظيمة. الجمل حينما بكى قال عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال فإن الجمل يشكوك أنك تتعبه وتجيعه، فأوصاه وصاية طيبة أن يرعاه رعاية طيبة. هذا أنموذج رائع
لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة والعدل. أما بالجمادات فنأخذ جمادا كبير الحجم وجمادا صغير الحجم. الكبير الحجم هو جبل أحد، والذي زار المدينة المنورة يعلم عظم هذا الجبل. نسأل الله أن يرزقنا ومشاهدين زيارتنا مرات ومرات. اللهم آمين. الجبل جبل أحد حدثت معه حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عكست مضمون وفحوى وصورة عظيم الرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد جبل، لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ارتجف أحد. ذهب العلماء إلى قولين في تفسيرها عملية الارتجاف التي حصلت والهزة لهذا الجبل. بعض العلماء قالوا إن جبل أحد اهتز خوفا أن يقع من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقيه الله في نار جهنم. الله أكبر. الآن الجماد يتعامل معنا بقضية شعورية، هو يخاف أن يلقى في النار الجبل. الآن هذا قول. القول الثاني للعلماء وهم الأغلب قالوا لا، بل إن جبل أحد اهتز طربا وفرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرى بعض الناس حينما يتأثر شوقا إلى معاني القرآن الكريم وإلى معاني حياته وأن يعيش لحظات مع رسول الله يهتز كما تهتز الشجرة طربا وفرحا وتأثرا بذلك. هذا جماد تأثر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضربه برجله وقال أثبت أحد، فثبت رحمة به كي لا يزيد في التحرك والزلزلة فيتشقق ويسقط هذا الجبل، رحمة به من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المثال الآخر لجماد صغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، وكان حينما يقف على المنبر كان يتكئ على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ووقف على المنبر. ما إن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبدأ يخطب، الجماد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوته بعيدا عنه. يقول الصحابة فسمعنا أنينا لذلك الجذع يئن 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 ويزيد في أنينه حتى كاد أنينه يكاد أن لا يسمع الصحابة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إشفاقا ورحمة بذلك الجذع ترك الخطبة وأوقف الخطاب الإسلامي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن ذلك الجذع وضمه بين يديه الشريفة وإلى صدره الشريف فسكن ذلك الجذع. ولولا أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ما فعل لظل يئن إلى يوم القيامة. فأي معنى وأي معالم عظيمة لهذه الرحمة التي أوتيها من هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الحمامة، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مكان فجاءت إليه حمامة وطافت عند رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ودار بينهما كلام لم يفهمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي، من أنبأها أن هذا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد: ما من شبر بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن. قال الشاعر يفسر هذه القصة يقول: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك من قلب صب واجف، من أنبأ الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، مرة أخرى مع الإنشاد لنأنس فلنستمع سويا. بك أقتدي بك أهتدي يا ذا المقام الأمجد، يا أسوة يا رحمة
يا أسوة يا رحمة يا صاحب الكف الندي، قد جئتنا بشريعة سطعت كنجم فرقدي، نور إمام قائد أنعم بأعظم قائدي، روحي فداك ومهجتي يا رسول الله، روحي فداك ومهجتي والقلب عاشق أحمدي، يا عاذلين تمهلوا فالحب حب محمدي، صلوا على المختار خير البرية محمد بالوعد كان وفيا، يا مولاي هذا الذي قد حن جذع إليه وانقادت الأغصان شوقا لديه، يا مولاي هذا الذي صلى الإله عليه، هذا الذي بالفضل أضحى عليا، يا مولاي صلوا على المختار خير البرية محمد بالوعد كان وفيا، صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أحبتي وأعزائي المشاهدين الكرام، ونحن نعيش أفياء ذكرى ولادة فخر الكائنات وسيد السادات صلى الله عليه وسلم، وما تضفيه هذه الذكرى العطرة من منطلقات ومن نفحات عظيمة متمثلة بالأسوة الحسنة التي تحمل بين طياتها كثيراً من المعاني والدلالات المباركة. بعد أن تجولنا سوية في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصناف المختلفة، إذن أحبتي المشاهدين سنصل إلى نقطة محورية وركيزة أساسية. هذه النقطة المحورية والركيزة الأساسية المتمثلة بركيزة البناء الخلقي التي هي من نفحات الرحمة أيضاً دكتور، وما تعطيه الرحمة من بناء خلقي وبناء قيمي للمسلم. دكتور بشار حفظكم الله، هل حدثتمونا عن هذا البناء الخلقي الذي كان من منطلقات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الخطوة الأولى لبعثته صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كلمات نطق بها حسان بن ثابت رضي الله عنه، في هذه الكلمات أجمل تعبير عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله. الجمال في طلته البهية، والجلال في أخلاقه العظيمة وسجاياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كالبحر، من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، العقول والقلوب والألسن لتحار في التعبير عن والكلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث عنه. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمدي،
فالشرف العظيم يناله المتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبلغ الكلام وأعظم المعاني هي التي بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم. الله عز وجل تكلم عن البناء الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال في آية واحدة: وإنك لعلى خلق عظيم. أتى كل فأدلى دلوه من المفسرين واللغويين والبلاغيين في هذه الكلمات، وكل تعبير قاصر عن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن البيان هو بالإجمال حيرة كبيرة في عظيم هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، الواو للقسم تفيد التعظيم، إنك إن للتوكيد تفيد التعظيم، الكاف للخطاب تفيد التعظيم، لعلى اللام الموطئة للقسم تفيد التعظيم، على للاستعلاء تفيد التعظيم، خلق أتت بصيغة التنكير والتنكير هنا للشيوع والتعظيم، عظيم أيضا دلالتها، وكلمة عظيم الذي يقولها هو العظيم سبحانه وتعالى، فهل بعد هذه العظمة عظمة؟ فإذا وإنك لعلى خلق عظيم، مهما تحدثنا ومهما قال القائلون في التعبير عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن قاصرون في العبارة وقاصرون في الدلالة وقاصرون في كل معان متصورة في هذه الشخصية العظيمة التي أتت كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أن الأخلاق على قمم من الجبال العظيمة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليزينها ويجملها ويتممها بخلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخلق الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ألد خصومه وألد أعدائه ماذا كانوا يسمونه؟ كانوا يسمونه بالصادق الأمين، وكلاهما نابعان من الخلق. ولهذا ترتبت العداوة وتغيرت العبارة في الوصف بعد ذلك، حاشى النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفه بالخائن وبالكاذب بعد أن جاءهم يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. إذن الخلق العظيم كان منهاجا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهاج تربية ومنهاج تزكية لكل فرد من أفراد أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. لا توجد آية من آيات القرآن الكريم إلا وهي متمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي كانت تدعو إلى حسن التعامل والخلق العظيم. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يوصينا بحسن الخلق، وبلغنا أن الرجل قد يصل بحسن خلقه إلى درجة الصائم القائم. هكذا معيار كبير لمكانة الأخلاق، لا يصل خلق إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصل عظيم الأخلاق إلا إلى أدنى مرتبة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان منهاجا وأخلاقا ودستورا للأخلاق يمشي على الأرض. جزاكم الله خيرا دكتور فهد. بعد أن سمعنا عن هذا البناء الخلقي، أين هو هذا البناء الخلقي في حياة المسلم المعاصر اليوم، وما تحتاجه مدينتنا الغالية الحبيبة لهذا البناء ولهذا الفكر الأخلاقي في ميزان الإسلام؟ صلى الله على سيدنا محمد. عرف بين الأنبياء بخلقه، فلا بد أن تعرف أمته بأخلاقها، فمن كان متبعا لرسول الله لا بد أن يعرف بأخلاقه الحسنة كما عرف نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان العظيم، هذه المعادلة العجيبة، في أن تكون حتى تكون معه صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون مثله ها هنا. ولا يمكن أن يكون أجمل ما خلق، لا يمكن أن يكون أجمل ما خلق منزلا لأسوأ من خلق، لا يمكن أن يكون أجمل ما خلق وهي الجنة منزلا لأسوأ من خلق أي لسيئي الأخلاق. هذه عبارة جميلة أتمنى إعادتها دكتور. لا يمكن أن يكون أجمل ما خلق منزلا لأسوأ من خلق،
لابد أن يكون أجمل ما خلق وهي الجنة لأجمل من خلق، وهم حسنت أخلاقهم. لهذا قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. ولا يمكن أن يكون أعظم ما خلق سقفا لأقبح من خلق، لا يمكن أن يكون أعظم ما خلق وهو عرشه جل جلاله سقفا لأناس قد ساءت أخلاقهم في الدنيا. هذه الأمة عرفت بالأخلاق، وهذا الدين رفع في الأرض بالأخلاق، ونشر في الأرض بالأخلاق، وانتشر نوره في الأقطار والأمصار بالأخلاق، وفتحت المدن تلو المدن بسمعة أخلاق أهلها الحاملين لأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زنتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. لذلك نقف عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نعيد حساباتنا كثيرا في تعاملنا مع العبادات والمعاملات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من هو يا رسول الله؟ لو سألنا الناس لذكر أحدنا الصائم، ولذكر الآخر المصلي، ولذكر الآخر ساكن المساجد، لا، مع جلالة قدر هذه الأعمال. قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكناف المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، لم تذكر عبادة في هذه الأصناف الثلاثة، لم تذكر، لأن العبادة مطوية تحت هؤلاء. من حسنت أخلاقه لا شك أن صلاته قد حسنت، ولا شك أن عباداته قد حسنت. فأعظم المنزلة التي يبتغيها كل مؤمن ويرتجيها كل صادق، وهي مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تأتي من طريق حسن الخلق. فمن حسنت أخلاقه اقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعرف المسلم بحسن خلقه في الدنيا، لأنه يمثل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. البنات النساء أمرن بالحجاب لأن المسلمة لابد أن تتميز عن غيرها، لابد أن تتميز عن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فنحن أمة شامة بين الأمم، نحن أمة مرفوعة برفعة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: دكتور، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. فنعم الحظ حظنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقترب منه بحسن معاملتنا مع الناس، بحسن معاملتنا مع الآخرين. وخلاصة هذا المعاملة، خلاصة المعاملة مع الناس: ضع نفسك مكان الذي تعامل ثم عامل، ضع نفسك مكان الذي تعامل ثم عامل. إذا كان هذا هو مبدأك في الحياة أيها المسلم فأنت على خير كثير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن الصلاة تهذب، والصيام يهذب، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مهمته صلى الله عليه وسلم في الأرض في المبعوث فيهم كانت متضمنة لثلاث مهمات: الأولى التعليم، والثانية التلاوة، والثالثة التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي معدل رجوع الناس إلى الضلال المبين معدل ابتعادهم عن هذه المهمات الثلاث: التلاوة، العلم، التزكية. فالتزكية ثلث مهمة الرسل. دكتور، هذا يجرنا إلى منظومة أخرى تتعلق بالأسوة الحسنة التي تكلمتم عن مقدماتها وممهداتها دكتور حفظكم الله، الذي هي منظومة حسن الاتباع. ماذا يعني بعد أن تناولنا قضية الرحمة ومنظومة الرحمة ومنظومة الأخلاق وأهميتها في تعلقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فما هي المنظومة التي تجعلنا نحتفي ونحتفل حقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي هي حسن الاتباع؟ ماذا يعني لنا حسن الاتباع تأسيا به صلى الله عليه وسلم؟ يريدنا صلى الله عليه وسلم أن نكون مميزين. فليسمع كل مسلم ولتسمع كل مسلمة: سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون مميزا، مميزا في جميع مجالات حياته. لابد أن تكون يا ابن أمة الإسلام، يا من اتبعت النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أعظم الخلائق، لابد أن تكون مميزا، أن تتميز حتى في عبادتك، تتميز في عبادتك، تتميز في طاعتك، في معاملاتك، في حياتك، تتميز مع أبنائك، مع أطفالك، مع عائلتك.
أن تكون مميزا في كل شيء. قال سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هنيئا لك يا معاذ، فقال يا معاذ إني لأحبك، فقال يا رسول الله والله إني لأحبك صلى الله عليه وسلم. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليست العبادة فقط، لابد أن يأتي بحسن العبادة وحسن الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فبمقدار محبتك لله تتحسن عبادتك وتتقنها. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هي منظومة الاتباع وحسن الاتباع، أي هو باب التنافس نحو أحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النفس البشرية مفطورة ومنجبلة على التقليد والمحاكاة، وهذا أقوى الأساليب التي يؤثر في الاتباع، وهو كان منهج الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل خطوة وفي كل فعل، حتى لو لم يكونوا يعلموا الحكمة منه. هذا عمر رضي الله عنه وقف أمام الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. هذا هو المنهج الاتباع، القناعة التامة. والاتباع له أساس وله مضمون وله هدف. الأساس هو البناء الخلقي، فصاحب الخلق العظيم كلما زاد خلقه زاد اتباعه، ومضمونه وعنوانه المحبة، وهدفه نيل مرضات الله تعالى وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنة. نسأل الله تعالى ذلك. دكتور، يعني نخلص إلى قضية مهمة، ما أحلى أن يكون المسلم سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في عبادته سفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في معاملاته، في وظيفته، في بيته، في صلة رحمه، في أي ميدان ميادين حياته الدينية والدنيوية يكون سفير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمثل النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأفضل تمثيل. سيدي الكريم، في دقيقة واحدة ماذا توجه من رسالة إلى المشاهدين الكرام، إلى العالم الإسلامي في هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد فخر الكائنات صلى الله عليه وسلم؟ الرسالة التي أريد أن أوجهها إلى الجميع هي لزام معالم الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعود علينا دائما بقيم الاتباع والخلق الحسن، وتعود علينا بكل فعل يرضي ربنا ويرضي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنريد معالم الفرح أن تكون في واقع مجسدا في كل زاوية من زوايا حياتنا، أن تعود إلى مدينتنا تلك المعالم الجميلة التي كنا نشهدها بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في سوق الصاغة. ذلك السوق يزدان بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصده الناس من أقاصي المدينة لا لشيء، ولكن لحضور ومشاركة الفرحة. نريد أن تكون الفرحة في كل بيت وفي كل زقاق وفي كل محلة وفي كل حي، وبالمدينة برمتها أن يكون احتفاء واحتفالا برسول الله، فرحا بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، مضموما ومنهجا وواقعا متبعا في حياتنا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم دكتور فهد طلال الخالدي، رسالتكم الأخيرة فرحا بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لن تستطيع أيها المسلم أن تواجه ظلمات هذه الدنيا إلا باتباع النور الأعظم صلى الله عليه وسلم. ووعدك ربك إذ اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم ليزودنك بالنور. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعطيك الله عز وجل قنديلا تسير فيه بين ظلمات هذه الدنيا وأنفاقها، فتنجو بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة وما بينهما في البرزخ، حينما يقال لك ما تقول في هذا الرجل المبعوث فيهم؟ تقول هو حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي المشاهدين الكرام، أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا الخاصة
بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا عنه لا توافيه الساعات ولا الأيام ولا حتى السنين، فحياتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حياتنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، حياتنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم جاش الفؤاد بالحب والوداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الذكرى العطرة منطلقاً لكل خير لهذه المدينة ولعراقنا الحبيب ولأمتنا وللعالم أجمع. يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابقوا أحبتي المشاهدين مع الإنشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد الهدى فالكون صار منورا، ولد الهدى فالكون صار منورا، وربيع أيام المحبة أزهرا، بالمعجزات مؤيد خير الورى، قمر الوجود، قمر الوجود وخير من وطئ الثرى. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا يا إسما يا إسما، قالوا يا إسما يا إسما، قالوا يا إسما، قالوا يا إسما يا إسما. قلت أحمد المختار، قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا عيونا عيونا، قالوا عيونا عيونا، قلت أدعج أحوار. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا يمينا يمينا، قالوا يمينا يمينا، قلت بالكرم تشهر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا بلالا بلالا، قالوا بلالا بلالا، قلت للصلاة كبار. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا عطورا عطورا، قالوا عطورا عطورا، قالوا عطورا، قالوا عطورا عطورا، قلت المسك والعنبر. مولاي.